هذيك علاش اخترت نموت ولا نعيش درجين في سبيطار تونسي. انا وسام مواطن تونسي عامل السيري هذي باش نفرغ اللي في مخي وقلبي وباش نحاربك انتي وما فما عدو عندك انتي كان انتي وزاد باش نوحل معلي الفوق اللي وصلوك الانتي اللي باش توصل تحاربو انتي. ما فهمتنيش؟ مش مشكل. من الاخر انا مجرد مراية، الدنيا كحلة في عينيا وعندي برشا نيجاتيفيتي في راسي، عارف كيفاش تاخذها تضويلك حياتك كيما تنجم تدخلك في ديبريسيون. ساعات تحسني متناقض، اما لا مانيش متناقض، عندي مخ في برشا عينين، كل مرة نسكر العينين الكل ونحل عين واحدة نشوف بها الموضوع، وبقية العينين نخليهم ليكم انتوما، وكل واحد ومخه وين يهزو. أنا مازلت في غلقة 18 ينجم يكون رقم في حياتك، كان كبوة راك عشت 18 متاعك في عهد الزين، الفلفل رخيص والطماطم رخيصة، وأنت رخيص زيادة، أما عادي، معيار النجاح التونسي والعيشة في تونس، تاكل تشرب تلبس وبالك مرتاح معناها أنت تعيش، راحة البال، التونسي يجري على راحة البال، موضوع مهم وتنرجعوا من بعد. وكانك جد راك عشت 18 نتاعك مع سيدك برقيبة وجبتوا مع بعضكم الاستغلال، انتوما اقوى جيل ما تفرعوش والاجيال اللي بعدكم كلهم في عينيكم حوتيال. مره نسمع في راجل كبير في القهوه قال يا حسر على اياماتك برقيبة، حد ما يحل معك فم. نتفكر اياماتي كيفاش جبنا الاستقلال مع بعضنا، ركزت مع كلمه جبنا وتقايد اسمه هو في التاريخ، والراجل اللي يحكي ما نعرفه كان انا وعائلته وربي سبحانه. مش مشكل، الفايده تونس متحرر وسيدو برقيبة راضي عليه، موضوع مهم وتنرجعوا لهم بعد. وكانك اقل من 18 استنى برك، بلادي محضرت لك هدوم زين في عيد ميلادك. 18 بالنسبه ليا موضوع اعمق برشا من خبزه كاتو وغنايه وشمعتين من بعد ما تنفخ يطفو وتدفع معاهم حياتك. 18 هو الباس، المفتاح للبوليسي باش يوقفك ويهنتلك، هو قبل راه يوقفك ويهنتلك ويضربك، اما كبرت راك تو معاش مينور، لازم تضرب اكثر وتتهنتل اكثر في سبيل العدل الاجتماعي. 18 زاد الباس البوك باش يقص عليك المصروف، ما كبرناش هكايا رحنا، لازم تعمل على روحك وتجيبها بذراعك. وزادة ينجم يطردك من الدار كان يفيق بيك تتكيف في الزطل، ما نقفوش مع بعضنا، عنا المستهلك مجرم. مالا باش يقول عليه العباد جاي بعض محارمة، جاي من الشارع والشارع أولى بيه. فهمت علاش نكره 18؟ استنى، ياخي أنا دخلت في 18، والله لاني مصدق، عندي أكثر من شهر مانيش مستوعب الموقف. عشت 18 سنة ولا صدقني ما عشتش، تحت اسم شاب تونسي، وما شاب لنا كان مخي. نعيش باللاوعي. ديت البهيم كيف توريه بلاصة يعبي منها الماء يبقى كل يوم يمشي نفس البلاصة في نفس الوقت، هذا اللي يصير معانا الكل. نخرج ونعطوا الطاقة صحيحة في البلاصة الغلط، وبعد يخرجوا أجيال ورا أجيال عليلش. ومن أكثر الحاجات اللي موقفت لي مخي نقراو على رواحنا سجناء اليومي، تحسهم يعايروا فينا حتى من فلسفة بلادي سطحية، عادي تاخذ نوت ضعيف خاطر ما عندكش نفس الفكرة مع الأستاذ. ندادي كيف نفس اللبسة نفس البلاصة نفس التصاور نفس الكذب والنفاق ونفس النهار توا سنين. نكمل نقدم لكم روحي على قولة هانا بيكر، واي وولد ديد جيرل، علاش طفلة ميتة باش تكذب. وانا نقول لك من شيرتي، علاش شي بتونسي في سن الإرهاق باش يكذب؟ ما عندي مخاسر بطبيعتي ماني طامع في شيء، جيس باش نوضح الصورة ومن بعد لغة الدراما من أمخاخ السطحيين. 18 بلادي خرجت الشيء بتونسي اللي هو أنا، معقد وما يخزرش للدنيا كما يخزر لها الكل، وناقم على الاخر زادة، وماني ناقم كان على اللي خلوني ناقم، وناقم عليك انت زاد. الراجل الكبير متاع برقيبة والبو خرجوا خمسة من الناس اللي انا وانت نعيشوا معاهم كل يوم. لولاني لكاليتي كي بارل، اقصى طموحاته الحرقة، مش باني شخصيته في بلاده ويحب يبناها في بلاد الغير. الثاني ناقم بالفارغ من اللي فيقه هو يطلع في الناس بالسبين في الكومنتاريات. الثالث يميل مع الرياح، أسيا بيه في الفيسبوك وفي الدنيا مقدم مطلب في الحرس والشرطة والديوانة، وكان لازم ديوان قياس الأراضي. الرابع يدعي العمق، ما في بالوش اللي يدعى العمق سطحية، معناها عامل فيها فهم وهو ماهوش فاهم حد شيء، يتبنى في أفكار مش متاعه باش يعجب العباد. الخامس موجود معنا جسديا كهو، شوية تخميم غلط مع دولة تحط كل شيء قدام عينك، هكا يخرج اشتار الجيل مفسخ ومدمنين. بالخمسة والجد والبو بديت نفهم اللي تونس مبنية على برشا عقد، وين تمشي يعرضوك المرضى في الإدارات في الليسي في الترانسبور في الشارع، حد ما يحب يصلح، والناس الكل مش مستعرفين بغلاطهم، وأكبر عقدة كيف ما تستعرفش بالعقد متاعك. في وسط الكون الغريب هذا اللي كله بلاستيك واقف أنا والتيب السادس متاع العباد، ما فماش فرق بيننا وبين اللي حكيت لكم عليهم، غير احنا سألنا زعمة هذه الحياة، وكل سؤال جاب سؤال، لين لقيت 13 سبب يخلوني نعيش ولا نهج من بلادي اللي حاولت باش تتخلص مني، ياخي خلقت اكبر عدو لها وخلتني اليوم واقف لهنا باش نعطيكم في وضعك كادو 18 اللي باش يبدل لك حياتك. نرجع لموضوعنا، جد والبو انديدي الكل يشاركوا في نفس الحاجه، الكلها تخضر لدير الامور كما السجناء اليوم اللي حكيت لكم عليهم قبيله نتاع الفلسفه. الراجل الكبير
ركبوه له لبرجيبة حرر تونس. هو يشوف في ظل حكاية كيف وكيف البول اللي في باله عاش فرحان ومتهني في عاد الزين. الشعب التونسي ماخو كل شيء مسلم حتى من العقد وارثهم. وبالشيء اللي ريتو واللي حكيت لكم عليه مانيش مستغرب كيف الرا ناس لتوا تغلط في حق البلاد وولاد البلاد يساندوا فيهم. اندادي مصيركم ماهو الا بيديكم، وكان كتب كيف الزطلة حر املوم عليك كان تكتك حق شريكة وما تسلكش فكرة تبدل بها حياتك. الفكر والتفكير هما اللي بيشبدلوا لك حياتك، وهذا هو الكادو متاعي ليك. ما تغلطش وما تعاوش نفس الغلط اللي غلطوها مقبل. كان تركز مع كل حاجة تتفهم اللي وراء الظل فما حقيقة وفما حاجات تحرقه باش توصل للظل هذاك توجد. الفيديو هذا كادو 18 مني ليك. اختك من راحة البال اللي قبلك ما ربحوا منها شيء، حاول تخمم خمم أتو تجيبها سياحة. اختك من الهواء يبخل. مصيرك بيديك وتونس بين يديك. كانك علي أنا ما عادش مطول.